استخدم إكمال المربع لإيجاد قيمة سي التي تجعل x تربيع ناقص 44 x زائد c. إذن بإمكاننا أن نجد c التي تجعلها ثلاثية الحدود مربعا كاملا، وثلاثي الحدود عبارة عن متعدد حدود يتكون من ثلاثة عبارات، ثم أكتب العبارة كمربع لمعادلة ذات حدين. إذن لدينا x تربيع ناقص 44 x زائد c، فكيف نجعلها مربعا كاملا؟ حسنا، إذا نظرتم إلى النمط التقليدي للمربع الكامل دعونا نفكر به بدلالة x زائد a الكل تربيع. هذا يعادل x زائد a ضرب x زائد a، وقد رأينا هذا سابقا. وإذا أردتم أن تضربوا هذا ستحصلون على x ضرب x أي x تربيع زائد x ضرب a أي ax زائد a ضرب x أي ax زائد a ضرب a أي a تربيع. إذن تساوي x تربيع زائد 2 ax، حيث أن لدينا ax زائد ax فيكون ناتجه 2 ax زائد a تربيع. إذا كان بإمكاننا أن نحول هذه إلى هذا النمط، حيث مهما كانت القيمة التي لدي إذا أخذت نصفها أليس كذلك، فهذا يساوي 2a. إذا أخذت نصفها وقمت بتربيعه هنا بالتالي سيصبح مربعا كامل. إذا نظرنا إلى هنا فإن هذا هو 2a. إذا أردنا أن نماثل النمط، إذا أردنا هذا يبدو كمربع كامل، فذلك يجب أن يساوي 2a. سالب 44 تساوي 2a، وهذه الموجودة هنا أي c إذا علمنا تماثل هذا النمط ستكون مساوية لa تربيع. ما هي قيمة a؟ حسنا، إذا كنا نعلم أن سالب 44 هي قيمة 2a فإن a ستساوي نصف ال 44. إذا قسمنا كلا الطرفين على 2 ونعلم أن سالب 22 ستكون قيمة a، أي أن a سوف تساوي سالب 22. a هنا تساوي نصف المعامل أي نصف سالب 44. وعندما تريد أن تكمل المربع فإنه سيكون دائما يكون نصف المعامل. الآن إذا كان هذا a فكم يجب أن تكون قيمة c؟ حسنا، c يجب أن تكون a تربيع لكي يكون مربعا كاملا. إذن c يجب أن تكون سالب 22 تربيع، وبإمكاننا أن نجد قيمة ذلك. يمكننا أن نضع الإشارة سالبة لاحقا، في الواقع إنه 22 ضرب 22 سيكون نفس الشيء لأن سالب ضرب سالب يساوي موجب، و2 ضرب 22 تساوي 44، ونضع صفر نحصل على 4 ونحصل على 8 ونحصل على 4. إذن الحاصل هو 484. إذا أردنا أن نعيد كتابتها ك x تربيع ناقص 44 x زائد 484، بالتالي فإن هذا مربع ثلاثي الحدود كامل، أو يمكننا أن نكتبها هذا هكذا: x تربيع ناقص 2 ضرب، أو ربما يجب علي أن أكتبها بهذه الطريقة، زائد 2 ضرب سالب 22 x زائد سالب 22 تربيع. وعندما تتمعن إليها بهذه الطريقة فإنها بكل وضوح تبدو كمربع كامل، وهذا يعادل x ناقص 22 ضرب x ناقص 22 أو x ناقص 22 الكل تربيع. هذه جميعها عبارات متعادلة.